مصرع 3 في حريق الضخم في مستشفى مودلينغ قرب فيينا. تبرئة تاجر أسلحة سلوفيني زود مهاجم فيينا بالسلاح. غرفة العمل تحذر من ارتفاع أسعار الإيجارات ل 135 ألف أسرة. النمسا تتصدر عالمياً في شبكة 5G وتحقق تقدماً في سرعة الإنترنت. مطار فيينا يؤجل بناء المدرج الثالث حتى عام 2033. وفاة الممثل الكوميدي النمساوي بيتر سيمونيتشيك. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. لقي 3 مرضى حتفهم في حريق النشبة في مستشفى مودلينغ في النمسا السفلى، بالإضافة لإخلاء حوالي 90 مريضا من المستشفى، ولم يتم تحديد سبب الحادث بشكل نهائي، حيث نشب الحريق في غرفة بالمستشفى منتصف الليل وتمت السيطرة عليه بعد ساعتين تقريبا بمساعدة المئات من رجال الإطفاء، وتم نقل المرضى غير المصابين إلى مراكز استشفائية أخرى، وفتح تحقيق في الحادث. حكمت محكمة الإرهاب في فيينا اليوم بشبه البراءة على تاجر سلاح سلوفيني زود مهاجم فيينا في 2020 بمسدس، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر مع وقف التنفيذ. وقد اعترف التاجر بأنه لم يكن يعلم لأي غرض سيتم استخدام السلاح، ولم يلتقي بالمنفذ شخصيا، ولم يكن يعلم بالخطة، وتم اتهامه باستيراد وتسليم مسدس توكاريف وذخيرة للجاني، في حين أكدت محاميته أنه لم يكن يعلم بالأحداث التي تبعت ذلك. وبسبب اعترافه الشامل صدر الحكم بالسجن المعلق لمدة 9 أشهر. حذرت غرفة العمل في فيينا من ارتفاع أسعار الإيجارات للفئات للمرة الرابعة في غضون 15 شهراً اعتباراً من يوليو المقبل. وأشارت الغرفة إلى أن هذه الزيادة تشمل حوالي 135 ألف أسرة في جميع أنحاء النمسا، داعية إلى فرض حدود على أسعار الإيجار. ومن المتوقع أن تزيد أسعار الإيجار في الفئات عندما يتجاوز التضخم 5%، وبذلك سترتفع في يوليو المقبل بنسبة 5.51% وفقا لتقديرات غرفة العمل، وهذا يتوافق مع ارتفاع بنسبة تصل ل 24%. أظهرت بيانات وزارة المالية أن 95% من الأسر في النمسا يمكنها الآن استخدام شبكة 5G، فيما تبلغ نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع النمسا بالكامل. ووفقا لوكيل وزارة الرقمنة فلوريان تورسكي، فإن هذا التحول يجعلها رائدة عالميا، حيث تفوقت النمسا في المتوسط الأوروبي، إذ تغطي شبكة 5G ما يصل ل 66% في أوروبا. وتتوقع شركات الاتصالات مثل A1 وماجنتا ودراي زيادة استخدام الإنترنت عبر شبكة 5G. ووفقا لشركة أوكلا الأمريكية، تصدرت النمسا المرتبة 21 عالميا في سرعة الإنترنت. أعلن مطار فيينا أنه سيؤجل بناء المدرج الثالث حتى يونيو 2023، وذلك بسبب المدة الطويلة لإجراءات الموافقة وتأثير جائحة كوفيد-19 على أعداد المسافرين. وقد وافقت السلطة المختصة للتقييم البيئي والتأثيرات البيئية في ولاية النمسا السفلى على طلب تمديد فترة البناء حتى يونيو 2033، حيث كان من المخطط سابقا أن تبدأ العمل في المدرج الثالث في عام 2024 أو 2025. وقد تم التأكيد على بناء المدرج الثالث
في عام 2019 بعد صراعات ومعارضة قوية من سكان المنطقة والجمعيات البيئية. توفي الممثل الكوميدي النمساوي العالمي بيتر سيمون تشيك عن عمر يناهز 76 عاما الثلاثاء في فيينا. وأكدت الناطقة باسم الاتحاد النمساوي للمسارح الوطنية وفاة الممثل الذي اكتسب شهرته من خلال تجسيد شخصيات في مسرحيات لوجين لاشين، واشتهر سيمون تشيك بدوره في فيلم توني إردمان. وفي مهرجان سالزبورغ حصل على شهرة عالمية من خلال دوره في فيلم توني إردمان الذي فاز بجائزة النقاد في مهرجان كان عام 2016. wie Fernsehcouchbewohnern ans Herz zu wachsen. Er hatte das gestandene Mannsbild ebenso im Repertoire wie den groß gewordenen Buben, dem noch immer der Schalk im Nacken sitzt, verkörpert durch sein charakteristisches Lächeln. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفوجرات على هواتفكم. أمسية سعيدة، كنت معكم أنا ممدوح مكين. شكرا وإلى اللقاء.